السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بطالبات وطلبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس المراجعة النهائية. النهاردة هنراجع مع بعض الجزء الخاص بالتعريفات والسؤال الاختياري. طبعا ما ننساش لايك وشير للفيديو وفعل الجرس على كلمة قول عشان يوصلنا التنبيهات وكل الدروس الجديدة. هنبدأ مع بعض. أول سؤال بيقول لي number one A is a large area of water with land around it. يبقى كده ايه؟ جزء كبير او مساحة كبيرة من الارض او من سوري من الماء محاطة بالارض، وطبعا دي اللي هي البحيرة، والبحيرة اللي هي lake. Is something that people build to help to remember an important person or event. يبقى حاجة الناس بتبنيها عشان تتذكر important person or important event، وطبعا دي اللي هي الايه؟ المونيمنت او الاثر. طبعا السؤال ده كله خاص بالتعريفات. means calm and quiet. طبعا calm and quiet means peaceful. peaceful calm and quiet يعني هادئ. means cars lorries and motorbikes that use a road. يبقى كل دول هم عبارة عن ايه؟ عبارة عن traffic او المرور. More than usual, more than usual يعني أكثر من المعتاد. means يعني تعني. public يعني عام. general يعني عام. سلي صحيح. specially يبقى إيه؟ خاصة. يبقى طبعا عندي هنا إيه؟ specially. A is a place where you can read or borrow books. مكان تقدر فيه تقرا وتستعير، يبقى طبعا library. A is a place is a place where you can borrow or save money. يعني هنا بقى تقدر تستلف او تحفظ الفلوس بتاعتك، وده عند البنك. Is a boat that carries people يبقى قارب يحمل الناس or goods البضائع across a river عبر ايه؟ a river، وطبعا ده دي اللي هي الفعل. A is an area between two mountains. يبقى منطقة ما بين جبلين، يبقى الفالي أو الوادي. Something nice. شيء لطيف. That makes you feel relaxed. حد الشيء اللطيف يخليك تبقى relaxed. يبقى means ايه؟ يبقى طبعا comfortable. A is someone who is traveling but not driving. يعني مسافر ولكنه مش بيسوق. يبقى طبعا الباسنجر. means need electricity to work. معناها يحتاج electricity to work. يبقى طبعا electric. a kind of train نوع من القطارات that travel along metal tracks يعني بيمشي على طرق حديدية. in the streets is a طبعا ده بيمشي فين؟ في الشوارع. يبقى طبعا ده اللي هو الترام. A is one of the levels يعني واحد من المستويات. in a building في مبنى، في bus or ترام. طبعا ده اللي هو الايه؟ الفلور اللي هو الطوابق. A century is a period of 100 years. Is someone who enjoys growing flowers and plants. شخص اللي بيستمتع بزراعة الزهور والنباتات، ده طبعا اللي هو الجاردن اللي هو الايه؟ البستاني. Means small things that you wear for decoration such as rings. يبقى حاجة صغيرة بترتديها من أجل التزين زي الخواتم، فدي طبعا الجولري اللي هي طبعا إيه؟ مجوهرات أو المساء. means objects made out of clay يبقى أشياء معمولة من الكلي أو الطمي. طبعا دي اللي هي عندي هنا البوتري، ده الشعر.
عندي الفاكتوري ده المصنع، وطبعا البوتري اللي هي الفخار الفخاريات، وطبعا الباتري اللي هي البطارية. فطبعا الانسر عندي is a pottery. means the most recent of the, or the news of the news. the most recent هي دي طبعا اللي هي احدث حاجة من الاخبار، يبقى دي طبعا ايه اللي هي latest. means new machines, equipment and ways of doing things. ماكينات جديدة، معدات جديدة، وطرق لعمل الأشياء. طبعا دي اللي هي إيه؟ technology. means not ordinary or usual. يعني ليست عادية أو usual أو معتادة. يبقى طبعا مفيش ordinary، يبقى دي إيه؟ طبعا special. the amount of money you have to pay for something. كمية الفلوس اللي المفروض تدفعها for something. يبقى دي طبعا البرايس أو السعر. A reduction. A reduction. reduction يعني اختصار أو تقلص in the usual price. يعني تقليل أو انقاص السعر الأساسي of something. يبقى ده اللي هو الديسكاونت. يبقى ده اللي هو إيه؟ الديسكاونت. An agreement. An agreement or arrangement. يبقى موافقة أو وثيقة أو ترتيبات. On something means. يبقى دي طبعا إيه؟ deal. Very good. يبقى دي deal اللي هي الصفقة. An is someone who produces art. حد بيعمل فن. Especially painting or drawing. خاصة الرسم. يبقى ده طبعا الارتست. Is a secret group of letter or numbers. مجموعة سرية من الأرقام أو الحروف. طبعا دي الايه الباسورد. means being part of the tradition. إنك تبقى ايه يبقى جزء من التقاليد of a country. تقاليد دولة. or a group of people. ودي طبعا اللي هي ايه traditional. means made of or from wood. يبقى معمولة من أو معمولة من الخشب. يبقى طبعا وده a type of heavy sticky earth. يبقى نوع من ال heavy sticky earth اللي هو التراب تقيل وملزق. that can be used for making boots. وده اللي هو الكلي طبعا اللي هو الطمي. means how good or bad something is. طبعا مدى جودة أو سوء الشيء، يبقى دي اللي هي الكواليتي أو الجودة. طبعا الكوانتيتي الكمية أو النوعية، تمام، وسينيور اللي هم الكبار، والجونيور اللي هم الناشئين. animal skin that is used for making shoes and bags means يبقى جلد الحيوانات اللي بنستخدمه للباجز والشوز ده طبعا اسمه الليذر. A means a statement. statement يعني عبارة. in which someone complains بحد فيها بيشتكي about something. لما طبعا دي الكومبلين اللي هي فيها دي اللي هي الشكوى. An is a request. يبقى إيه طلب by a customer. يبقى طلب وسط الزبون for a company من أجل إيه من أجل شركة for a company or to supply goods عشان توفر أو تمد بالبضاعة. يبقى طبعا هو الآن order. a piece of equipment with moving parts that use power is a. يبقى جزء من مادة تعمل في أجزاء متحركة، ودي طبعا هي المشي. the activity of going to shops. نشاط الذهاب إلى المحلات and buying things. يبقى طبعا ده معناه shopping.
means very bad, means very bad. طبعا حاجة سيئة جدا يبقى طبعا terrible. Make a means having a good effect, إنك يكون لك تأثير يبقى طبعا دي make a difference. Is what you feel when you don't expect something, يعني ما تشعر به عندما لا تتوقع شيء يبقى طبعا إيه يبقى surprised. To make people do something by giving them support and advice is to a time is to encourage. A small area of town and the people who live there, طبعا means a طبعا neighborhood اللي هو الحي أو المنطقة. Means to say hello, إنك تقول hello. يبقى إيه greet، يعني إيه greet، يعني يسلم على أو يحيي. Is someone who pays to live with a person in a house، حد بيدفع عشان يبيع يعيش مع شخص في بيته، عشان يعيش في بيته هو. يبقى ده طبعا الإيه اللوجر. Means give money to، إنك تدي فلوس لحد. And in a board, يعني تستلف، بي تدفع، ستول تسرق، رد تسرق برضو، يبقى طبعا بي. A is someone who pays to live in a house. Pays to live in a house، يبقى هو يدفع فلوس عشان يعيش في البيت كله. يبقى ده طبعا اللي هو التننت. يبقى التننت بيعيش في بيت كامل لوحده ويدفع فلوس مقابل انه يعيش في البيت، لكن اللوجر بيدفع مقابل غرفة في بيت حد. The state of feeling اللي هي حالة الشعور بالسعادة or pleased means يبقى طبعا دي اللي هي الايه happiness أو السعادة. Means to make short or sum up، يعني معناها انك ايه تختصر أو تلخص، يبقى دي طبعا summarize. And is something that happens in your life، حاجة بتحصل في حياتك. And this is experience، والexperience اللي هي التجربة حياتية أو خبرة. طبعا الexperiment تجربة معملية. Means relating to music، يعني لها علاقة بالميوزك. Musical. And is a place where orphans live، مكان بيعيش فيه الأيتام. يبقى طبعا orphanage. A means a contest، contest اللي هي المسابقة، يبقى competition. Number 51. A means things that happens when you are sleeping، حاجة بتحصل وانت نايم، وطبعا دي اللي هي dream. Number 52. A means pieces of food tied together to float on water، يبقى قطعة خشب مربطة مع بعضها عشان تطفو على المية. وده طبعا اللي هو الرفت، والرفت طبعا اللي هو الطوف. To walk or drive behind someone means to، عشان تسوق أو تمشي ورا حد، يبقى ده معناها follow اللي هو يتبع. A is a long narrow boat for one or two people، يبقى قارب طويل ورفيع يسع فرد أو اثنين، وده طبعا اللي هو الكانو. Means not sleeping، يعني مش نايم، يبقى طبعا awake. وawake يعني ايه مستيقظ. To feel strongly، to feel strongly about someone or something means انك تشعر بقوة اتجاه شخص او شيء، يبقى ده معناها care about، وcare about يعني تهتم بي. طبعا forget يعني ينسى، remember يتذكر، still يعني ينسى. Means difficulty، means difficulty بتعني صعوبة. In reading and spelling،
وطبعا ده المرض اللي هو ايه، مرض الدسلكسيا. To find out information about something means انك تكتشف معلومات عن شيء، يبقى طبعا دي معناها discover، وطبعا discover هي synonym لfind out. A is the thing that tells you, it tells how you have done in an exam. يبقى حاجة بتقول لك إذا أنت عملت إيه في الامتحان، وطبعا دي الريزلت أو النتيجة. طبعا insult يعني يهين. desert طبعا اللي هي صحراء، و cause يعني السبب. Number 60. An is a prize for an event or a competition. يبقى هي جايزة the event or competition، وطبعا دي الأول. الأورد طبعا هي الجايزة، عندي reward ده التعويض أو المكافأة. A is someone who works with maths، حد بيشتغل بالماس، وطبعا ده الماثماتيشن اللي هو الرياضي أو عالم الرياضيات. Someone who works with science is called، حد بيشتغل بالساينس طبعا يبقى اسمه scientist. An is someone who is good at art، حد يبقى كويس في الارت يبقى this is an artist. طبعا الاكلست ده طبيب عيون، وطبعا الايديا دي فكرة، والانجينيرنج اللي هي الهندسة. Someone who plays or writes music، يبقى حد بيلعب موسيقى او بيكتب موسيقى، يبقى ده طبعا musician اللي هو الموسيقى. An is a software you can use on your computer or phone، حاجة software تقدر تستخدمها في التليفون أو الكمبيوتر، وطبعا دي كلمة app و application الاثنين واحد، فالانسر تبقى A and B. A is an event in which people try to be the best، يبقى event حدث الناس فيه بتحاول تبقى الأفضل، يبقى طبعا competition. To make or invent someone something sorry، عشان تعمل أو تخترع شيء، يمعناها to A to create. طبعا damage و destroy الاتنين بيتساووا في المعنى، والاتنين معناهم يدمر. Means good at thinking of new ideas، يعني يجيد التفكير في A new ideas، وطبعا دي اللي هو creative، اللي هو A creative مبدع أو مبتكر. A is another word for champion، كلمة مساوية لكلمة champion. طب champion هو البطل، هيساوي الwinner اللي هو الفائز. طيب وعكسها loser اللي هو الخاسر. Is a player in a tournament، طبعا التورنمنت اللي هي دوري أو بطولة، طبعا المشارك فيها اسمه competitor، والcompetitor اللي هو المتسابق أو منافس متنافس. Another word for fantastic، كلمة مساوية لكلمة fantastic أو كلمة زي fantastic، يبقى طبعا incredible. طبعا silly يعني سخيف، boring ممل، ودirty common. People who watch sports at stadium، الناس اللي بتتفرج على المباريات أو الرياضة في الملعب، دول اسمهم workers، عمال ولا staff اللي هي مجموعة العاملين، الكرو اللي هو الطاقم، ولا الاسبكتاتورز، طبعا هي سبكتاتورز اللي هي المشاهدين أو الجمهور، ده جمهور الاستاد. Are the people who work somewhere، الناس اللي بتشتغل في مكان ما، دول اسمهم workers اللي هم العاملين. And is something important that you have done، حاجة مهمة عملتها، يبقى طبعا achievement. Means is a time you spent with other people، الوقت اللي بتقضيه مع الناس الآخرين، يبقى دي اللي هي social life. وباخد بالنا عشان لو جت لنا ساعات بص لكن ما يقول لك social ايه، means is a time you spent with other people، تلاقي بقى كل على طول ايده راحت على social media، لا هي social life اللي هي الحياة الاجتماعية اللي هو الوقت اللي انت بتقضيه مع الناس. The way that someone or something looks means، يبقى الطريقة اللي شيء أو الشخص بيبدو بيها، يبقى طبعا دي الأبيرنس أو المظهر. طبعا
طبعا الاكسرسايز ده التدريب او يتدرب disability اللي هي الصعوبة او عدم القدرة، والability طبعا اللي هي القدرة. A is a thousand million. A thousand million يبقى طبعا billion، يعني الالف مليون دي ايه؟ تبقى بليون. To help and encourage someone means to help and encourage someone، عشان تساعد او تشجع يبقى ده معناها support. Health means the health of your mind. The health of your mind يبقى جاية منها mental health. Means to take air in and out of the body. يعني تاخد الهواء داخل طالع. يبقى طبعا دي breathe. To become comfortable and less worried. عشان تبقى comfortable and less worried. دي معناها ايه؟ معناها relax. Very good. طبعا anxious يعني worried. كلمة anxious يعني worried. Being able to think calmly about your feelings mean انك القدرة انك تفكر بهدوء في مشاعرك يبقى دي ايه؟ mindful. What you feel means your، يعني ما تشعر به، يبقى ده معناه your ايه؟ طبعا your feelings اللي هي المشاعر. Is to show someone that you understand how they feel، انك تبين لحد ان انت فاهم اللي هم بيشعروا بيه، ان انت فاهم مشاعرك، يبقى دي طبعا الامباثي. امباثي اللي هو التعاطف. طبعا السايبر بولينج ده التنمر الالكتروني. الفارماسي ده الصيدله او اللي هي الصيدليه، والامباثي دي السفاره. Is a large area of water with land around it. ودي احنا عملناها قبل كده اللي هي الليك، منطقة من المية بتحوطها الأرض. Is something that people build or to remember important person or event. ودي برضو عملناها قبل كده. ماشي، هنكمل طبعا في جزء نطينا احنا في الأعداد لأن لقينا كله كان أسئلة متكررة، فهنبدأ تاني number 170. You can see a lot of beautiful. You can see a lot of beautiful fish in the. يبقى أنا هشوف ال beautiful fish طبعا in the aquarium. If you want to see trees and other interesting plants you can go to. لو أنا عايز أتفرج على trees and plants يبقى طبعا هنجو go to the botanical garden. The botanical gardens اللي هي الحديقة النباتية. If you go to that space A today you will learn about science of space. يبقى طبعا ال space exhibition هو ده طبعا اللي هو معرض الفضاء. It's easy to make coffee with that. يبقى من السهل ان انا اعمل coffee with the A طبعا with the cat. There is a special to have free one when you buy two pieces. يبقى طبعا there is a special offer اللي هو الأوفر طبعا اللي هو العرض. The new chemists give 20% طبعا discount. I want to buy A or N to play music on my birthday. عشان ألعب موسيقى أو أعزف موسيقى في عيد ميلادي يبقى طبعا هشتري إيه؟ أوفن ولا مايكرويف، سبيكر ولا ويب سايت. طبعا هشتري سبيكر اللي هو السماعات. This A is from a website about the new capital. يبقى من موقع عن new capital. يبقى this web موجة ولا shop ولا الكتل ولا الادورت. يبقى طبعا الادورت اللي هو الاعلان. طبعا اختصار لكلمة ايه؟ advertisement. Is a large area of water with land around it. ودي برضو الليك، مش عارفة ايه حكاية الليك معانا. That is between two mountains، ما بين جبلين، ودي الفالي وحليناها برضو قبل كده. You can use the air to travel around to travel in a city. Sometimes it travels under the ground. يعني ساعات بينزل تحت الأرض، وده طبعا هو المترو.
طبعا ما يختارش بقى الترام، لان الترام ما بتنزلش تحت الارض. You can use A to find when a train or a bus leave، لما عشان تعرف امتى القطار بيمشي يبقى استخدم طبعا التايم تيبل. You can make bread warm، تقدر تسخن البريد with the A طبعا with the microwave، ما عنديش مايكروويف يبقى with the A with the toaster. Osama's family have M or M TV. They can now watch films from the internet. يبقى كمان smart TV. You can cook things quickly with the. هتطبخ بسرعة يبقى طبعا with the microwave. You are A. Ask as a customer what they want to buy. You are A. أنت A. أطلب من الكاستمر what they want to buy. يبقى أنت الشوب أسيستنت اللي هو البيع. To not is when a customer asks someone to send or make something for them. يبقى لما الزبون يطلب من حد يبعت له شيء أو يعمل له شيء، وطبعا ده الأوردر اللي هو طبعا الطلب. وطبعا deliver يعني يوصل، complain يعني يشتكي، وبي بمعنى يدفع. A or N is a machine that we use to cook things quickly. يبقى بنستخدمها عشان نطبخ بسرعة، وزي ما ودي عندي هنا الفريج، الأوفن، سبيكر كتل، وطبعا الأنسر هي الأوفن. طبعا الأوفن هو الفرن. To is to say hello to or welcome someone. أن أنت تقول له hello يبقى طبعا ده greet اللي هو زي ما قلنا يحيي. A is a board that people، يبقى هي لوحة that people put on a wall، بيحطوها الناس على الحيطان. To put message on عشان يحط عليها الرسائل، ودي اسمها notice board اللي هي لوحة أعلنت. A or N is something important you have done، حاجة مهمة عملتها. طبعا this is achievement اللي هو الإنجاز. طبعا competition دي مسابقة، application التطبيق، وspeech حديث means to make something new، إن أنا أعمل حاجة جديدة، ودي معناها create أو يبدأ يخلق أو يصنع. He doesn't get any money for his work. He is A or M. يبقى إيه ما بياخدش فلوس، يبقى he is a volunteer. A or M is a place where you can get the train from. أقدر أخد منه القطر. يبقى طبعا البلاتفورم اللي هو الرصيف المحطة. Large area of water with land around it برضو is called lake. مع اللي ما هنا اللي قصان بتاع lake. To not means to swim using equipment that allows you to breathe while your face is under the water. طبعا دي رياضة السنوركل. A or N is someone who studies, works with or teaches math. طبعا ده mathematician. يبقى شخص بيشتغل بيدرس أو بيعمل مع بالماث. A or N is something that you don't want other people to know. مش عايز حد تاني يعرفه. And this is a secret. آخر جزء معنا. Means to be able to relax by calmly thinking about your feeling about what is around you at the moment. وده طبعا اللي هو المايندفولنس. A or N is the way that someone or something looks. الشكل اللي بيبدو بيه، وطبعا زي ما قلنا دي الابيرنس. A or N is an event in which people try to be the best at something. This is a competition. هي المسابقة. Means small things that you wear for decoration such as rings. And this is the general. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى يا رب أن تكونوا استفدتم، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق إن شاء الله في امتحانات الترم الأول. تابعونا في مراجعة ليلة الامتحان. Goodbye.